بصبح على كل مشاهدي شبكه انتي ان في كل مكان وكل مشاهدي قناه ناين لايف في كل مكان. النهارده الثلاث 14 فبراير 2012. 14 فبراير قبل ما نتكلم عن اي حاجه طبعا هو عيد الحب العالمي او الفالنتاينز داي. كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب دايما ايامنا تبقى مليانه بالحب. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير وهابي فالنتاينز داي. صباح الخير رانيا. هابي فالنتاين. صباح الخير مشاهدي ناين لايف ونهاركم دايما سعيد مليان بالقبل والتفاؤل والحب. يا رب كلنا نكون عايشين في حالة حب. طبعا الحب الكبير طبعا هو حب بلدنا مصر. يا رب طبعا احنا كلنا نحب مصر اكتر واكتر. انما ما يمنعش ان كل الحبيبة اللي بيحبوا الزوج والزوجة او المخطوب والمخطوبة او الصديق والصديق. يعني مهم يبقى في حالة حب كده ماشية في الحياة عموما في الشارع. لان احنا محتاجين فعلا ان احنا نزود الحب او جرعة الحب عندنا اكتر بشكل عام حقيقي. بس يمكن حبنا لبلدنا هو ده اكتر حاجه احنا محتاجينه في الوقت الحالي اللي احنا بنمر بيه. النهارده الحقيقه هيكون عندنا فقرات كتيره جدا, فقرات كلها بتتكلم عن الاحداث اللي كلنا بنتكلم عنها. هنحاول نرد على كل التساؤلات اللي في بالنا او في بال حضراتكم. في البدايه هيكون معانا فقره الصحافه, والحقيقه هنحاول انا واشرف نعرض لحضراتكم اهم عناوين الصحف اللي موجوده في اهم الجرايد. النهارده هيكون عندنا ايه تاني اشرف؟ البقاء لله طبعا في الكاتب الكبير المحبوب استاذ جلال عامر. النهارده هيبقى عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع. على فكره جريده مصر اليوم كانت قدامها, كانوا عاملين حداد, يعني متعودين ان احنا نعمل وقفات احتجاجيه يعني مظاهرات, انما المره دي واقفين عاملين حاله حداد على فقدان الكاتب الساخر استاذ جلال عامر الله يرحمه طبعا. وعندنا في الفقره الاستاذ محمد عبد اللطيف رئيس قسم الكاريكاتير باليوم السابع هيكون معانا في هذه الفقرة نتكلم أكثر وأكثر عن الأستاذ الله يرحمه جلال عامر. الحقيقة كمان هيكون عندنا فقرة هنحاول نتكلم فيها مع حضراتكم ومع ضيفنا طبعا النهاردة, وهو الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد. هنستعرض فيها أهم الأحداث الجارية, كل اللي بيحصل, تقرير تقصي الحقائق التقرير الأول في أحداث بورسعيد, مشاكل كتير جدا وأحداث كتير جدا اللي بيحصل, اللي حصل امبارح كمان في قنا أكيد هتتطرقوا إليه أشرف, يعني لأنه كمان فقرة دي الحقيقة هتكون مع أشرف. يعني أحداث كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة. في أواخر يناير اللي فات يعني من كام يوم حضراتكم احنا عملنا ثورة 25 يناير عشان نبقى دولة قانون بجد, عشان القانون هو اللي يسود في بلدنا بجد. اللي بيعمل خطأ يتحاسب ويتحاسب بجد, مش بان احنا ناخد قرارات من دماغنا بشكل او باخر. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا عندنا فقرة خاصة جدا عن موضوع أقباط أو تمن أسر المصرية اللي شالوهم كده هيلا بيلا أو طردوهم بشكل أو بآخر من بيتهم اللي عايشين فيه طول عمرهم وطردوهم برة القرية بتاعتهم أو البلد أو المحافظة بتاعتهم بأسباب إيه؟ أيا كان السبب. كلنا بنخطأ, مسلمين ومسيحيين, يهود وكفار, كلنا بنخطأ. لكن في الآخر اللي بيخطأ المفروض ان هو يخضع في الآخر للقانون, لان احنا المفروض ان احنا عملنا ثورة عشان نبقى دولة قانون. عندنا فقرة خاصة مع زميلتي رانيا مع الدكتور عماد جاد نائب مجلس الشعب والأستاذ إسحاق إبراهيم مدير برنامج الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. اكيد هتفتحوا النهاردة موضوع العمريه موضوع العمريه, وطبعا دي مشكله كبيره جدا هنتكلم فيها بالتفصيل. نروح لفصل ونرجع نبتدي اولى فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. تابعونا.